الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، حديثك عن خطبة قصوى قادرني نبينا صلوات الله وسلامه عليه ونوت المامية والنبي عليه الصلاة والسلام حديثك وقت المامي قفكي دنته وجركي سئي النفط أي كلبحان يسوى سدح أرين بركة سدح أرين يسوى كفيو أي نفط كبعض جنده قليب النبي عليه الصلاة والسلام تهوى منطوق حديثك وقت المامي وحالك فهم يا حديثك قفك آرن كنبت قلين سدح ذا أرين إن يعني جنة إلهي أوقل سبحانه وتعالى حجابا كغحرا سدح لا أرن النبي عليه الصلاة والسلام أتل مامي قفك إصوى كنبت قشن هدي أدنتو جيركي ساي نفت كبحض وجنة قلي وحاكوة كبرك كبرك وحوقفك أديد يا جنة إلهي إن أوقل سبحانه وتعالى سيدو كلو واجبين يا نار إلهي عذاب كيسو واجبين يا سيد راد النبي عليه الصلاة والسلام حاكسوا في صحيح مسلم إن أير النبي عليه الصلاة والسلام جنة مجليه قفك قلبك سكجر وحير أو كبيرة وحير أو كبيرة قفك قلبك سكجر جنة إلهي مجليه مرقى صحابة السكر أفهمينه وحير هذا رسولك إلهي قف والباء إنه كبوان أكسن يطرق رحصاً وأوحر رغوضه استرتره قف والبو جعل يا رسولك لا يو وحي أفهمين كبر كإنو يا حرق هذا إنسها جد نبي عليه الصلاة والسلام حيري إلهي وقرح سيئة وحد المام إيسانا وقرح قرح ذنو واجعل يا سبحانه وتعالى لكن كبر ك لبا أرن أما لبا تلمام بالنبي عليه الصلاة والسلام كوكوبي تلمام تكوبات وحقه اللي سنتاغه حتى مركو كو عداده او لغا سنتاغيو ددكو او ليسو لا حقيرو لليدو تاسو النبي عليه الصلاه والسلام كتلمامي قفك ان ير او كبر اه اما حق وديده او كسنتاغيو اسكلا ويناداي حنقدو اما ددكو او ويساي او انو كن نسبت في عيهي اما كعلمي بدنيهي اما كعقلي بدنيهي او اركاي حنقده قفك وحير او كبر او قلبيسا كجيرو نبي عليه الصلاة والسلام قلت المامي جنة إنو قليلين أرنق اللبات النبي عليه الصلاة والسلام قلت المامي ودينته روحي انتو يسوى الدين الولي هاي أرنق يسمسها لنو شريع عضنا ويأت كيسي أنك السلام موذيننا معها نبي عليه الصلاة والسلام إسلام كا باللوي سيهوري انت أنا فتوحات كي يحولها بدن لهلين نبي عليه الصلاة والسلام جنازال لو كين يجري مرجع سأل إيه جل رسولك إلهي وكتبك سؤال شو هو الرئيس هو الدين يوحده يجري وحدينا ملوليه هذه أي رادان هاد دين بالوليه ما يتكن وحده يجري وحلا غبي حيا مكتري هذه أي دهان مايا نبي وكذا قاتل يجري صلوات الله وسلام عليه سعابدي سوده يجري كعكوت كذا عيني عورينا يا أبو قتادة يا أبو ريرة لبلا سعابي أي وحيله النبي قال لجوجني صلوات الله وسلام عليه مرجع سأل جنازة الله كاني حير رسولك لا يكتبك رسا حير الدين بالولي ما يكتبك ذي النبي عليه الصلاة والسلام جنازة الله بعد بالله كان إسلافاتك رسولك لا يكتبك دين بالولي ها وحل ربي حي مكتك ها وكتبك ذي النبي عليه الصلاة والسلام جنازة سدحات بالله كان نبي عليه الصلاة والسلام حير الدين بالولي حير هذين ها وحل ربي حي مكتك وحير هذين ما نبي عليه الصلاة والسلام كتبك ذوي لساحبك أبو قتادة رضي الله عنه أقوب جوغها حديث كان وريني أي النبي مركو رقاقي عليه الصلاة والسلام سوء لي رسولك الله سوء نغكال كتوكو أنا الدين تيسي قاضي وكفال قاضي أنا بحيني نبي عليه الصلاة والسلام سؤاشي بكوات كيي وحيري ما أذا بحيني ها ما حولها أذا تكب بحيني ها ما يتكن بري مكيه ها مركز النبي كتوك ذي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام ما أنت أكرانيك الآصي بريو كلا أبو قتادة أو أهان إنك الدين تكفار قاضي أي النبي كوري يمد عليه الصلاة والسلام عير أبو قتادة لبضي الشرين محيسة مين
laba shilin lagu lahaa laba dinaar un baan ka lagu lahaa ninka nabiga uu ka dhaqaaqay laba dinaar baa lagu lahaa labadi dinaar aad ka faala qaaday maxaa ku sameeysey ma bixis markaas waxa uu yiri Qatada shalayn baan asnay waqti waa dhaw yahay waxba kama soo wareegin nabiga kaleey salaam salaam wa ka tagay bari oo kale oo hadana la kulmay Abu Qatada labada shilin maxaa ku sameeysey wuxuu yiri hadaan bixiyo rasuulka Ilaahay نبي عليه الصلاة والسلام هذا العجيب أيكوا هذا وحير النبي عليه الصلاة والسلام هدى أي ميت كجركي سيق أبوي وحير النبي عليه الصلاة والسلام ميت كجركي سهات وقبوبي مرك أتكف على قاضي ما قبوبي مرك أت بحسيب وقبوبي توا حكتو سيسا عليس كأيلاد هاي دنت صلاتي أتو كنا يسي صوم كي أت صوم يسي حج كي أت حجنا يسي عبادات كي أت سمينا يسي والجاح حنبيا إلى دنت على غبيه deynta hada markii la bixiyo un baa waxaadi sawaabkiisi ajirkiisi abalmarintiisi adeelaysa inta kale way ka xiray deyntaasi ku xiray iyo sida maanta anaga aan u fududaysanay ayadoo banaan deynta in la kala qaato yaa hadana waxa la rabaa in la gudo adbixitaankeeda u degdegto oo qorto oo ilaaliso culays iska saarto habeenka aad ka fikirto oo maalin aad ka fikirtaa la rabaa laakiin waxaan intaan qaadno dad badan ay ka sheeganayaan deymo dalka qaar kood ay bacshiradi oga dhumeyso ya arima oo kala arima culus weey nabiga kaleey salaam alayhi salaam qaal qaabka wala tacaamulay wada kaysa hal iska jiro arinka saddexaad ee u dambeeyay waxa weey quluulka iyo xatooyada asalkeedana waxa weey xoolaha qaniimada ee gaalada xoog looga furto oo intaan la qaybsanin la wax laga qaato weey markaas nabiga kaleey salaam alayhi ayaa nin adooma maxaa idin adoon ahaay oo madooba oo nabiga u khidmeeynay ayaa maalinkii khaybar uu nabiga kaleey salaam alayhi ku duulay yahuudi deganay ayaa ninka waxaa ku dhacay leeb baa ku dhacay wuu dhintay nabiga kaleey salaam alayhi buu u khidmeeynay dadkii baa u hanbaliyay dadkii baa u taaniyay alla jannu galay ninka alla yaani meeshiisa nageeyaa bay jiraa markaas aan nabiga wuxuu yiri kala waxaan ku dhaartay allah ay naftayda gacantiisa ku jirtee wallahi wuxuu yiri nabiga kaleey salaam alayhi guu uu qaniimada kala baxay intaana la qaybsanin ayaa haddana dushiisa ku huraysa wiil nabiga kaleey salaam alayhi teeba naar ku noqotay ku huraysa waa hal go'a oo uu qaniimada kala baxay intaana la qaybsanin ayaa haddana dushiisa ku huraysa wiil ya waa hal go'a waa ninkii nabiga u khidmeeyay salawaatullaahi wa salaamu alayhi yaa go' ku cadaab galay malaayiinta la dhacay ee xoolaha guud ee mujtamaca ay wada leeyihiin oo agoomaha leeyihiin oo masaakiinta leeyihiin ee la daldalanaya la dhacaya loo arka raganimo inay tahay iyo horumar inay tahay guryaha lagu dhisanayo baabuurta lagu gadanayo maxallahay lagu dhoofayo oo lagu xajinayo dadka qaarkood ay u arkaan raganimo ninkii meel yar iyo wasaarad yar madax looga dhigaba haa ninka un baan rag ahal leeyahay kan maskiinka oo is-ilaalinayo xaaraamta iska dhowrayana wax doqon ah dhintayo aad u dambeeya loo arkaa ninkaana waa nin rageed ninka xoolaha dadweynaha dhaca ninkaas anaga maanta nin rageed noo ah nabigana kaleey salaam alayhi ninka wuxuu yiri go'u qaniimada kala baxay ayaa hadda dushiisa ku huraysa buu yiri ya yaanan arkin midkiin oo maalinka qiyaam neef geel ah oo ololaya dusha ku wadayaan arkin buu yiri nabiga kaleey salaam alayhi yaan arkin midkiin oo maxallahayay neef ari ah oo yeeraya dusha ku wadayaan arkin maalinka qiyaam qof walba wuxuu qaaday ayuu dusha ku soo qaadayaa maalinka qiyaam waanad keenaysa fadaaxo weeye khalqiga oo dhanna kuwii hore iyo kuwii dambe way ku wada daawanayaan colaa dadweynaha la iska ilaaliyo sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa aali muxamed كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء دينك يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار